نروح بقى للأخبار العالمية. النجم المصري محمد صلاح هو في حتة تانية خالص دلوقتي. محمد صلاح نجم مصر ليفربول الإنجليزي وصل للهدف رقم 200 في تاريخ الأندية الإنجليزية اللي لعبها، بواقع 198 هدف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، بخلاف طبعا أهدافه في الدوري الإيطالي والسويسري. يعني محمد صلاح بيعمل مسيرة عظيمة لأي لاعب مصري وعربي وأفريقي على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، مش مجرد حصول على بطولات لكن كمان بأرقام قياسية صعب فعلا إنها تتحطم، أرقام شخصية. محمد صلاح لما هيبطل كورة هيكون في مكانة توازي ميسي ورونالدو، مش أقل منهم أبدا. يعني هو فعلا فخر العرب، دي كلمة تليق بمحمد صلاح، واحد ما اكتفاش بالإنجازات الجماعية، ما اكتفاش بالشامبيونز ليج، ما اكتفاش بالدوري، ما اكتفاش بكل ده، لكن هو دلوقتي كمان في الوقت الحالي مسجل هدفين لمصر أمام جيبوتي، يعني قريب إن هو كمان يكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر. يعني على نهاية التصفيات ممكن تلاقي محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر. فعلا أرقام قياسية كتير قوي لمحمد صلاح، أرقام قياسية كتير مش بس جماعية، أرقام فردية كتير لمحمد صلاح، هيبقى صعب جدا إنها تتكرر أو إنها تتكسر بسهولة. يعني